السلام عليكم. النهاردة بقى أنا جاية لكم بفيديو مفاجأة بمناسبة الجو التلج اللي احنا فيه ده. عملت لكم شوية الأصناف الرهيبة اللي انتوا شايفينها قدامكم في الصور دي. حوالي 5 أصناف أو 5 أنواع من الحلو أو السناك أو حاجة تدفينا كده في الشتاء بمكون مستحيل تتخيلوه. هنعمل النهاردة حاجة زي المهلبية وحاجة زي الكريم كارميل، وهعمل لكم النهاردة كمان حاجة بتعمل سينابون، وهعمل لكم حاجة صينية بالبشاميل، وهعمل لكم كمان الصنف ده كور كده زي الزلابية. هنعمل النهاردة كل الأصناف دي بس بالبطاطا. جبت حوالي 4 كيلو من البطاطا وغسلتهم كويس ونشفتهم، وتعالوا نشوفوا أول صنف هنعمله إزاي. اول صنف جبت بطاطتين او واحدتين من البطاطا حجمهم متساوي او واخدين الشيب من بره شبه بعض. هقطعهم حلقات كده سمك الحلقه من سنتي لسنتي ونص، ودي اسهل صنف ممكن تعملوه وبطاطا بتستوي في ثواني. حطيت في طاسه معلقتين من الزبده، سيحتهم على النار، وجبت طبق حطيت فيه حوالي 3 معالق من القرفه وعليهم 3 معالق من السكر، وبدات انزل فيهم كده وحدات او الحلقات بتاعه البطاطا زي ما تكون بتبلها زي البانيه كده، وبعدين رصيتها في الصينيه ورشيت كمان عليها تاني من فوق رشه من القرفه والسكر، وحطيت معاهم ربع كوبايه من الميه وغطيتهم وحطهم على النار بالظبط. عدوا على ايديكوا 10 ل 12 دقيقه، هتلاقوا البطاطا استوت وريحه سينابون ماليه البيت. ريحه القرفه طبعا مع البطاطا مع السخونيه مع السكر، السكر نزل مع القرفه وعمل زي صوص كراميل كده من تحت مع سخونية البطاطا بقى وريحتها. فعلا قبل ما تاكلوها هتحسوا ان انتوا اتدفيتوا، وصنف مش بياخد 10 دقايق تحضير. بعد كده كان عندي صوص شوكلت كده حطيت عليها، وكمان كان عندي الصوص الابيض بتاع السينابون حطيت عليها، لكن هي تتاكل لوحدها يعني لو ما فيش الصوصات دي عادي جدا كلوها بس بالقرفة والصوص او الكراميل اللي نزل في الطاسة من تحت. طلعة طرية جدا، ورشيت عليها كمان رشة قرفة تاني من فوق بالسكر، طلعة طرية جدا ومستوية قوي وما خدتش فعلا وقت خالص. يعني اللي نفسه في البطاطا ما تستنوش خالص تحطوها في الفرن، جربوا الطريقة دي وهتعجبكوا قوي. ويلا بينا نروح لطريقة تانية. بس قبل ما اروح لطريقة تانية ما تنسوش تعملوا لايك علشان الفيديو ده هيعجبكوا قوي، بس كملوا للآخر. بعد كده الطريقة التالتة، هجيب كل كمية البطاطا، انا شلت منها واحدتين بطاطا علشان هعمل بيهم حاجة غير السلق. فخدت الكمية كلها الباقية وقطعتها كده، قشرتها كويس طبعا، وقطعتها مكعبات. مش مهم المكعبات شكلها ايه لاني انا كده كده ههرسها، اهم حاجة تكون كلها قطع نظيفة، ولو قابلتنا قطعة فيها نقطة سودة كده نشيلها بالسكينة ونحط كل البطاطا شكلها حلو. بعد كده حطيت عليها كوباية صغيرة من المية ورشة من الفانيليا وحوالي 4 معالق من السكر. ممكن ما نضيفش السكر خالص، الناس اللي حابينها تبقى صحية اكتر ما يضيفوش سكر خالص ويكتفوا بالسكر اللي موجود في البطاطا. ده شكل البطاطا. طبعا البطاطا نزلت المية بتاعتها، فكوباية المية اللي انا حطيتها زادت اكتر لان البطاطا اصلا بيبقى فيها مية. كده اتأكدت ان هي اتسلقت فخلتها تهدى شوية، هسيبها تبرد وهعمل بقى البشاميل بتاع البطاطا. حطيت معلقتين من الزبدة وعليهم معلقتين من الدقيق، وهزود عليهم 2 كوباية من اللبن و3 معالق من السكر ورشة من الفانيليا. هفضل اقلب في الخليط ده كويس لحد لما يتقل كده شوية، ما بيبقاش تقيل قوي بس بيبقى بين التقيل وبين الخفيف كده شوية. وبعد كده هاخد 1/3 كمية البطاطا اللي انا كنت سلقاها ومصفياها كويس جدا من المية بتاعتها. ههرسها كويس بالهراسة، هي طرية خالص يعني انا سبتها لما اتهرست لما اتسلقت كويس قوي، فالهرس بتاعها بيبقى سهل يعني. زودت عليها معلقتين سكر، وزي ما قلت لكم اللي مش حابب يزود سكر ويكتفي بالسكر بتاع البطاطا مفيش مشكلة خالص. جبت قالب بايركس كده دهنته بالزبدة وحطيت عليه البطاطا اللي انا هرستها، هفردها بقى كويس كده في الصينية او في البايركس بتاعي. انا حطيت طبقة الزبدة من تحت دي بتدي قرمشة كده وطعم حلو قوي، الزبدة مع البطاطا بيبقى طعمها جميل. هحاول افردها بقى كده كويس على قد ما اقدر. رشيت رشه من جوز الهند، وحطيت كمان زبيب وكمان شويه من المكسرات، اي مكسرات عندك او اي حاجه تحطيها بس في النص كده بتدي تيست اعلى للبطاطا. هضغط عليها بالسباتيولا كده اللي هو انزلها ازرعها في البطاطا من تحت علشان ما تبقاش مكلكعالي او مخليالي شكل طبقه البشاميل اللي انا هحطها من فوق يبقى شكلها مش حلو. زودت طبقه البشاميل من فوق كده
شايفين طبقتين شكلهم حلو قوي. وبعد كده هدخلها الفرن لمده تلت ساعه. ممكن تشغليها من تحت او تشغلي الشوايه، بس تاخدي بالك منها، يعني لو تحت الشوايه على طول مش هتاخد وقت، لكن انا شغلت الفرن من تحت لاني كمان بحبها تبقى مقرمشه من تحت شويه. طبعا هي لسه سخنه مولعه، طلعتها في طبق كده زي ما انتم شايفين، حقيقي طعمها كان يعني رهيب. ممكن تسيبوها كمان تبرد، لو سبتوها تبرد هيبقى تقطعها اسهل وهتطلع كده قطع متساويه قوي. شايفين البطاطا طريه وطبقه البشاميل مظبوطه والمكسرات كمان مديني طعم حلو قوي. خدت بقى كمان تلت كميه البطاطا اللي انا كنت سلقاها مع الميه بتاعه البطاطا اللي كانت نزلت منها كلها، وزودت عليهم كوبايتين من الميه وضربتهم في الخلاط كويس، وزودت عليهم كمان 4 معالق من السكر. وشايفين شكله، رجعته تاني في الحلة، شايفين شكله بقى عامل ازاي. هحط عليهم معلقتين كبار من النشا، وهقلب الخليط ده كويس جدا لحد ما النشا تدوب. كل ده انا بقلبه هو بعيد عن البوتاجاز، وبعد كده هروح ارفعه على البوتاجاز بتاعي وهسيبه لحد لما يغلي تماما. في الفترة بقى اللي المهلبية بتاعت البطاطا دي بتغلي، هجيب تلت كوباية من السكر هحطها على النار هكرملها، هسيبها لحد لما تسيح خالص وتبقى بالشكل ده، وبعد كده هزود عليها 3 معالق من المية. هسيبها بقى استنى لحد لما تغلي خالص، وبعد كده هحط عليهم نص معلقة صغيرة من الزبدة، شايفين لحد ما بيبقى كراميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجة تخلوا بالكم ان هو ما يتحرقش. هجيب بقى الاطباق اللي انا هحط فيها المهلبية دي، وهحط فيها من تحت تبقى طبقة كراميل من تحت، يعني هتبقى عاملة زي الكريم كراميل كده. البطاطا بتاعتي غليت والقوام بتاعها تقل قوي من النشا اللي انا كنت احطها، وهي اصلا البطاطا كمان قوامها تقيل. هحطها بقى على الكريم قصدي الكراميل اللي انا كنت عاملاه ده بالشكل اللي انتوا شايفين. بقى في من تحت طبقه كراميل ومن فوق طبقه من البطاطا او مهلبيه البطاطا. في بقى طبقين انا عملتهم من غير طبقه كراميل من تحت، علشان انا يعني اللي انا مش حاطه عليهم مكسرات دول انا هقلبهم في طبق هيبقوا شكل الكراميل. بالنسبه اللي انا حاطه عليهم مكسرات ده هيتاكلوا مهلبيه زي ما هم. شايفين البطاطا كده بقى بعد ما اتحطت في التلاجة وجمدت كويس قلبتها في طبق بقت شكل الكراميل بالظبط. التلت التاني من البطاطا كانوا حوالي يعني قيمة بطاطتين كده مثلا، حطيت عليهم كوباية لربع من الدقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر واربع معالق من السكر او 3 معالق من السكر مش متذكرة. طبعا السكر بيبقى حسب الرغبة، انتي بتحطيه حسب ما انتي بتبقي حاسة انتي عايزة تدوقي الحاجة مسكرة ازاي. وفضلت عجن فيهم كده لحد لما بقت عجينة زي ما انتوا شايفينها. خدتها دهنت ايدي زيت وبعدين فضلت اكورها، وكل كرة باخدها بنزلها في السمسم كده واكورها تاني علشان السمسم يلزق فيها. شايفين لحد ما خلصت البطاطا كلها بقت بكور السمسم كده، هاخدها بقى اقليها في الزيت بتطلع زي الزلابية بالظبط. بس دي طعمها يعني طعم بطاطا، وتحسوا ان هي بتدفي فعلا اكتر، يعني فيها في سخونيتها كده بتفضل محتفظة بالسخونية بتاعتها وبتدي دفى اكتر. هحمرها كده كلها في الزيت لحد ما يبقى لونها ذهبي. اهم حاجة تفضلوا بس تقلبوا فيها كويس، ما تسيبوش طبقة تتحرق او جنب يتحرق ويبقى جنب كل جنب منها بلون، لأ خليكوا يعني حافظوا عليها وهي بتتقلي كده، ان انتوا تبقوا واقفين قدامها وتقلبوها على طول لحد لما تخلص. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي، وهشه جدا وطعمها جميل قوي. كمان بما ان انا ما حطيتش فيها سكر زياده، والدقيق طبعا كوبايه الا ربع دقيق فانا حطيت له 4 معالق سكر بس، انا كمان حطيت عليها من فوق عسل ابيض علشان كده تدفي اكتر وتدي طاقه اكتر. لو ما فيش عسل ابيض ممكن عسل اسود، ممكن صوص، اي صوص عندك تحطوه عليها. كمان ممكن ما نحطش عسل خالص بس نزود السكر في العجينه نفسها بتاعتها. اخر نوع بقى هعمله دول البطاطتين اللي انا كنت سايباهم للاخر. انا هجيب القشره كده بتاعه البطاطس وهفضل اقطع فيهم شرايح رفيعه جدا جدا على قد ما تقدروا. لو عندك اللي هي القشاره او لو عندك في الكيتشن ماشين بتاعتك قطعت الشيبسي كده ممكن تعمليها برضو فيها. ممكن تعمليها بقى شكلها مدور، شكلها بالطول كده زي ما انت حابه، مفيش مشكله.
وحطيت ورقة زبدة في صينية خبز ودخلتها الفرن، هيطلع في الاخر شكلها زي الشيبسي كده زي ما انتوا شايفين، بيبقى طعمها مقرمش جدا. ممكن تحطوا جنبها اي صوصات تتغمس فيها وممكن تتاكل كده لوحدها. يعني انا ولادي اتبسطوا من طعمها قوي يعني، وحس يعني احسن من الشيبسي والحاجات اللي فيها مواد حافظة. وكده ابقى خلصت كل الحاجات اللي بتتعمل، كل الوصفات اللي بتتعمل بالبطاطا على قد ما اقدر يعني، جمعتها لكم كلها. وكمان اخترعت لكم شويه، ده شكل الكريم كراميل، بس ما كانش لسه جامد قوي، كان لسه سخن. حطيت لكم صورته بعد ما اتجمد خالص، كان طالع مظبوط جدا. بس هنا في الصوره دي انا كنت مستعجله عليه. وكمان نسيت احط لكم البطاطا اللي هي بالقرفه او بطعم السينابون. وكده الفيديو بتاعنا النهاردة يبقى خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تجربوا كل حاجة وتقولولي رأيكم، واتمنى لكم يومين دفا يا رب ويعدوا بسلام علينا، ونقول سلام.